تطور اين زين نظرية داروين وهي قضية تطور الإنسان، يعني كان قردا ثم تطور. نحن نريد أولا متى بدأ أول تطور من قرد إلى إنسان، متى بدأ وليش توقف؟ ليش توقف؟ يعني ليش الآن القردة الثانية ما صاروا أوادم يعني بعد؟ ليش وقفت قضية عند بس أول مجموعة مثلا هم اللي تحولوا بشر وباقي القردة ما تحولوا إلى بشر؟ لماذا توقفت؟ ولماذا القرد بالذات؟ طيب، وقبل أن يكون القرد، طيب الإنسان التطور هذا له، طيب لماذا توقف الآن؟ لماذا لا يستمر التطور إلى ما لا نهاية؟ يعني ليش وقف عند حد معين؟ هذا كله يدلك على يعني كذب هذه القصة من ناحية العقل. أما من ناحية الشرع فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق ابتداء في أحسن تقويم. طيب، والله أول ما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، لم يتطور آدم، آدم خلق خلقا مباشرا لم يتطور حتى يقال يعني كان قردا ثم صار آدميا. ومن يقول أن الحيوانات كانت قبل الإنسان موجودة؟ هذا كل كلام ما له أي دليل أبدا، كلام فاضي ما له أي قيمة. ولذلك أذكر من زمان يعني سمعت شريطا قديما لعبد المجيد الزنداني الشيخ، فيقول كتب في صحف بريطانية من زمان، هو يقول بعد كان يا مكان نظرية داروين، هم يقولون كان يا مكان نظرية داروين، يعني هم أبطلوها، أبطلها العلم الحديث، يعني لا يمكن أن يقبلها العقل أصلا، فلا شك أنها تخالف الشرع، لا شك.